بابيك أخاف في لحظة يجي عيني ينعاس، الليل ليلك كيف أنام هو سريك، من مملكة نبضي وعرقي والأنفاس، والصبح لا منه تنفس يناديك، غدوه معك تسوى 80 مجلاس، مسامعي مسامعي تسبك كلامك وتوحي، قبل تتكلم يا صلا ذاني إحساس، أسمع صدى صوتك وناديك لبيك لبيك، وحروفك نواقيس وجراس، همسك يحل معقدات الشرابيك، وشلون لو تجهر بهرجك على الناس، الله واحد. تنهي جميع المعضلات في مساعيك، وتبني القواعد في المحبة على أساس، صعب صعب على الشعر المقفى يجاريك، لك فلسفة مضمونها يذهب الباس، لو ما توفيك المعاني وتكفيك لومك علي، لو صغتها لول والماس، قصايدي في كل الأغراض تحكيك، ما حد عرف وش مقصدي بين الأقواس، لو مفرداتي تكتبس من مبادئك، سنة العدل سايد على كل الأجناس، أكتب عن أحداث السياسة وأنا أعنيك، في خارطة كل الطرق صرت نبراس. وسلامتكم وعفوكم. الله الله الله، في في خارطة خارطة كل الطرق صرت نبراس. الله، والله مبدع. يعجبك الجنة الله. هذه الله لبوب الله، ولا لا؟ للشايب انا كل شيء عندي للشايب، الشيء اللي لي والله ترى ماني بحب اطلعه. والله ما الومك، كونك والله قوة وقريحة الله وفطنة. يعافيك الله يعافيك، انت سمعنا شيء لك، انت لا ابن عمك ابن جدلان، عاد ايش عاد بقيت للضيجي الباقيه. جعل عمرك سنين، انا والله ماني بشاعر. والله ان شاء الله انك تظهر شاعر مثل ابن عمك، بس انا ترى احب اسمع قصيد جمال بندر على لسانك، كما تقول يا القصيد اللي يصب القصايد صب لول يا الرفيق. جمال بندر ما هو بصاحي، يقول ما هو بصاحي. جمال بندر أنا مستانس، تعرف ليش؟ ليش؟ لأني من زمان جمال بندر، كيف يعني؟ أنا من جيله. سنينه يعني؟ نعم، أنا عاصرت في سنيني طال عمرك شاعر، يعني شاعر يصنف انه شاعر، هذا يعني تتفاخر انه شاعر، انا رجل احب القصيد ولا احب اي شاعر، مثلا لو جيت عند حياه شو اسمه ابوك، قلت يا ابوي من لحق الحين ابوك بري حالي، انت تدري ان ابوك يضيق الحين لا تسمع بعض القصيد، والله يضيق خاطر والله يضيق، تدري ليه ليه؟ يضيق؟ لان ابوك طال عمرك لحق على سعد بن جدلان وزمانه، لحق على صياف الحربي، لحق على مطرق الثبيتي، جار الله الصواط، مستور العصيمي، شعار الكبار سلطان بن هذولي مساب، بحور مدارس الشعر ما فيها شكة. ضيدان بن قضعان، فلاح القرقاح، كلهم أعلام. لحق على كوارث، خل حبيبتي أحبس وينس، خليني كذا أعيش وأنا مدري ويش، وأروح أدورس والقاس في حوش الغنم، ويجونك مراهقين يسوون مزيكا ويضبط القصيدة، محق سنة ومحق والله قصيدة، تسني راح تسني تسني عارف من تقصد انت، الله يكافينا الشر. بري حالي. لكن عندك طال عمرك مثلا من جيلي انا جمال بندر، والله من جيلي انا طال عمرك بسام عشق، واجد والله والله، فيه بعد ولد شهراني اسمه والله النجيش، توي بعد اسمه الشهراني هذا، نذرا اي عويد 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 النجود، إيه هذا عليه الحرم منه شاعر وهو الرجال يرقن عن جيله. الرجال فلته يقول له شاعر فلته 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 فلته، ما هو بصاحي. في شعار حاليا يعني ما فيهم حيلة، ولكن أنا ما يقهرني إلا شوف، ترى أنا ما أحب الرجل، أحب الطيبين، لكن ما هم من قبيلتي ولا هم من ربعي، أحب الطيب اللي يصيد حق الهرجاء، قليل الرابعة والضعيف أنا ماني بحبه أبدا، الرخوم ماني بحبه، والله كافي. لو انه والله العظيم والله لو انه من عيال عمي، يا الضويحي الذوه بني سعد اكله ما الله احب، نعم لو انه منهم ما بيه مشومين نعرض ان شاء الله. والله العظيم، امر يجي اللي جاك يا اخي، مشكله يجيك واحد قليل الرابعه ما فيه من عرف الرجال شيء، ويطلع لي يقول انا الشاعر فلان الفلاني، ويطلع لي سلوقيين يصفقون لي، ما ذي بهاء جيت الطريقه. ابو من؟ ابو والله محمد ولا الله فين يرحمه، نعم. ابو محمد الله يرحمه ويغفر له. الشايب ذكرت لي ابيات ان الشايب بعد يقول خبل وشايخ له على شلة رخوم.
لا لا يغرك زول طيب بعض الأسامي، خله يولي لأجل ما يلحق كلوم، ما انت بوك يلله ولا انت بمحامي، خذها على ما قيل من راس شغموم، ما والله ارجع في طلبك وكلامي، واقبل تحياتي عسى عمرك يدوم، غالي ولك شكري وافر سلامي. الله اكبر. صح، تدري وش ودي يا عمر يا اخي؟ أسلم ودي طال عمرك اني انا وياك في طعس، تعرف الله الطعس؟ ما أعرف. إيه، ودي انا وياك في طعس وليله 15 14 إيه وقمره وشبي إيه مضونه، شفت، وفديرة ما فيها ابراج، إيه وتقول ميديا تقص لي قصه، تقول يا رجال السنه الفلانيه يقص علي ابوي القصة الفلانية يوم كان في السعودية في الشمال صوب حايل، كان ذيك الحين عسكري وقال هالموقف لفلان ويشطح عليك أبو هيا، أبو هيا هذا ولد عمي، يشطح عليك أبو هيا يقول السكر تبيه واجد ولا شيء، عاد والله اني قاعد والله يا اني حتى صب رجال لي إلا شاي الحين. كتر السكر، أي والله صب لي يا رجال وكتر السكر، وقل على مرارة السالفة حقت أبوي تحط لي شاهي مر، ونضحك كل ابونا ونستانس، عز الله العزيز اني لاجي الكويت اني لا سير عليك، وانك لاجيت السعوديه ما عليك الا الله سبحانه، انك تقابلني قلت واسلم لا عليك إله إلا الله، صليت على حق، الرسول. اللهم صل على الرسول. والله إن جيتنا في الكويت هذه الساعة المباركة ومحلك وعند ربعك، وأنا والله ما عدك كلهم طير يمريخي. أنت عند ابشر بني على بسعد، المكان عن الديوان في غرب عبد الله مبارك، وعن العزبة هنا عند سوق قلبل، حياك الله الله نعم، ومرحبا بك، أنت من الله عز نعم، عليك، أنا ماني بقولها مجامل ولا هيرية. والله العظيم والله محلكم وبني عمنا انتو واخواننا وارحامنا وقربانا. ما يحتاج، جعل عمرك يزيد بإذن الله، بإذن الله أني لا سير عليك ولا تسير علي، عده وعد، وبإذن الله أنك تجيني في الباطن، الله من الوناسة، هذه قرية وربيشة، اسمع بها. قرية يا ولد ما فيها من الخدمات شيء، لكن فيها من الأناسة الشيء اللي يغليك عند نفسك. والله ان يكفي ان فيها اجاويد مثلك وشرواك، وهذا نذرا على خيط على رقبتي انها يشرفنا ويعزنا ان نجي في محلكم، وانت بارك والله في محلكم، مجلسك عامر في خيار الله يا على صاحب منصه وملفه للنشامه ومدهال. ما عليك زود، الله يطول في عمرك، جعل عمرك الله يزود، يعافيك ويسلمك. لكن نبي انا ماني، انت مشغول، لابد ماني مشغول. عطني نشيده قصيده غزليه، تراني هواوي واحب القصائد اللي لجت في الغيد، عرفت، احبها جدا، أبشر رجال خفيف وبعض الاحيان أبشر والسعد، السعد. خلك معي. هذه هجينية ورب إنها تجوز لك. أقول سلمتك الصبح وأوراقي، والليل طيب في مهجتي باقي، والبرد والجمر وانفاسك تشكلت داخل اعماقي، ما لا الهوى والصبر غيرك، وما لي سوى الصبر واشواقي، اهداني يالله شرف قربك يا اغلى عطاياه وارزاقي، وهديتك البارحه بكره واضحه ومن خيره نياقي، وهديتني مهره صفره شاخت في عيني وخفاقي، وفيت في كل شيء قلته حفظت عهدي وميثاقي، معاك لا خرمك فيني يا وجهة الارض وافاقي، في بحرك ومدك الوافر أحس في لذة أغراقي، تفرق مزاياك وأطباعك حتى خصامك معراقي، في الطيب خذني وقيدني طالبك لا تطلق وثاقي، خذني من الناس والدنيا وأنا من الوقت الكواقي، خلك يميني ومن خلفي لا طحت تجبر عظم ساقي، أبيك مثلي بعد وأكثر تموت في لحظة فراقي، وأبيك مثل الزهر دايم تدين في الفضل للساقي، يا نبض الأيام وأحلاها يا قبلة النور وشراقي، يا بعد خيالاتي الخصبة يا قرب من الموق لحداقي، يا سيد الكل في شعري يا ثورة الهام خفاقي، كل الكتابات وحروفي لك أنت وحدك من أعماقي، لا يشغلك من تربص لي في سيرتي ما هو بلاقي، ما عندي إلا حياة وجهي سجلي أبيض من أوراقي، خله يبحث على الله كيفه وشنت في فعلته هاقي، تايه من الحقد في غيه ومن الحسد ما بعد فاقي، يزيد في غله وغيظه كأنه على النار ينساقي، من هو تردى على نفسه أعامل الناس وأخلاقي. سلامتكم وعفاكم يا الربع. الله، صح الله، صح الله صح الله، صح الله في دقك. عز الله ما فيك.
عز الله ما فيك عيب. تعلبوك الجنة. الله يسلمك، والله اني اقولها وانا صادق. تعلبوك الجنة. أنت إنسانك ما أنت بشاعر، عطنا على الأقل شيء أنت حافظه، والله ودنا نسمع القصيد من على لسانك. والله انك ما عاد خليت شيء يا رجودي، لكن أسلم. انا ابيك تعيش الموقف قبل القصيدة. هذا طال عمرك شاعر يا أخي، أتوقع اسمه عبد المجيد الزهراني أو خالد الزهراني. هو عبد المجيد عبد الكريم خالد، واحد من الأسماء هذه. الله أني ساج من اسمه. قريحته دائما حزينة، بنات فكره دائما حزينة، فما بالك لجاه شيء من هذا الشعور أو من هذا الموقف. تعب والده وتنوم والده في المستشفى يومين، وقرروا الأطباء أن يقصون رجل أبوه. المهم طال عمرك قال يا الربع من نية، قالوا ما فيه، أقرب حل أنها تنقص رجل الوالد. تخيل في غرفة بويتها بيضاء استها زرقاء، إذا غربت الشمس تفتح الدريشة إلا الشمس في وجهك، وإذا شرقت الشمس في وجهك، ولا فيها إلا سرير وغداية وكرسي أسود تجلس أنت فيه طالع في أبوك رحم الله. والدي وأموات المسلمين، تخيل موقف صعب جدا. قصوا رجل والدها سأل الله عليه الشفاء. فأول ما صح الشايب مد يده على طول على رجله، قام يتحسسها بيده، عرفت الشعور؟ إبليس أي والله. شاف لا 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 لا. الشاعر كتب فيه القصيدة المبتورة، يعني يقول فيها يا يبه الغيم دنك من تدناكك، واستحى من وجعك وفكك اليأس، شف من طهر ماك وعذب رقراقك، واستحى من ظماك ومن تدفاك، يا يبه ساقك المبتور يشتاقك، وانت بيدك تحسس له وتشتاق، منقصك شيء لا هاب ولا عاقك، يا يبه قيمة الإنسان بأخلاقك، دام ساقك لفعل الخير سباقك، منت للجنة الخضراء بسباقك، يا يبه لا طفشت وضاقت أخلاقك، واستضاق المكان وضاقت أخلاقه، قول إذن الطبيب اللي بترساقك أنا من تاقف الدنيا على ساقك. السلام يا سلام، الله يشافيه ويعافيه وجعنا من ذوقها في غالي الله وصح نقلك. الله العظيم الله يطول عمرك. عجبتني جدا يوم يقول قول فذن الطبيب اللي بتر ساق أنا من تاقف الدنيا على ساق، بس بالنساق اللي قطعتها أنت 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 بتوجعنا على يد حرام، إحنا من أول أنت غزل الحين وجعت قلوبنا. الله يكافي لا والله واجد ولا طال عمرك. إيه فيها أيضا القصيدة اللي يقول يا مغيب الشمس مالي فيك حيلة، يا مغيب الشمس مالي فيك حيلة، في مغيبك صايب فكري شتاتي، وفي مغيبك ليلة بلفين ليلة، ليلة فيها الموادع في الحياة، سبت اللي غاب لفترة طويلة وما رضينا بالبديل اللي بياتي، بعج العلم ثم مكت دليلة وشوف تسمح بين صفحات الوفاتي، ذاك يوم أشد من يوم الجليلة، لا هدت نفسي ولا ذقت المباتي، ومن وصاياه الدموع أكبر في شيلة، عادرك بالدم في وقت الصلاة. يا سلام يا سلام يا سلام، شلون حقت المباتي؟ يقول من وصاياه الدموع أكبر في شيلة، وعادرك بالدم في وقت الصلاة. سلام. يقول كانك تبكي في صلاتك تبكي في صلاة، أما تبكي طال عمرك على فرقاي وعلى موتي لا لا تبكي. يا سلام، هذه من شاعرها؟ هذه والله اني ما اعلم والله من هو شاعرها. عاد على الطاري في شاعر انا احبه والقريب مني يعرف اني احبه وعزه وفي كل مجلس اذكره، والله اني احبه في الله، صحيب للوالد من اول
بداية التسعينات آخر الثمانينات، واعتزل هو الوالد الشعر في وقت واحد، قال له متعب فهد التركي ونعم استاهل. متعب كان عندنا في الكويت أول، ساكن في الجهرة، عقب نقل للحفر الباطن، وكان عنده معاناة حقيقية ما ودنا نقولها قدام الكم الغفير اللي هنا، إن شاء الله أقولها بيني وبينك. الوكاد إنه كان عنده يعني معاناة حقيقية في قصة حب، وما نجحت علاقته هذه زين، وربي ما كتب، وأخيرا فيما اختارها الله. فيعني بعد انتهاء العلاقة هذه قال له قصيت والله ما أدري شو أقول. يقول فيها قالوا حبيبك يسمع الشعر قلتيه، يقراه بعيوني قبل تسمعونه، لولاه حتى طاري الشعر ما بيه، ما يكتبه من شان خاطر عيونه، هو روح شعري ومنياته وماضيه، جذع الشجر وش كان لولا غصونه، اكتب لغيره والقصايد تجي فيه، كأن القصايد حالفه ما تخونه. هذاك لما منه زعل قمت هاديه، حتى هم اخطيت عذرت دونه، يمكن لو انه يلمس الجرح بيديه يستغرب ان اللي مسها طعونه، يبسن عروقي لكن اللي يعزيه ان اكثر العالم تردد لحونه، خافوا من الله لا تجيبون طاريه، لا صرت انا موجود لا تذكرونه، لو كل غالي جابه الله الغالي ما شفت لك مخلوق تبتسي عيونه. الله 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 الله، صح نقلك. صح الله بدنك. انا اثرت فيني ترى كلمه صاحب ابوي، واثرت فيني عام التسعينات، طرا علي قصيده لابن جدنان صاحبه وصديقه ضيدان، فانا انصح بها للجميع الاصدقاء دائما، للرجال والنساء، انك تحط القصيده دي بين عيونك، حطها بين عيون قصيدة بن جدران يوم يقول يا جاب الرجال لخلص مع أصحابه ما يخلون الصداقة على الغمي، ينصحه بالخير ويهدي أعصابه ويحفظ أفكاره عن النقص والذمي، صاحبي ضيدان مشتاق لعتابه والخطايا مدرسة والعتاب أمي، عن خطايا النحو لا تكرم أشنابه، ما له إلا البيض شمخ الشمي، صاحب شخصيتي نالت إعجابه ويسترب بالهرج لجاه من يمي، فاتحله بالسراجيف بوابة ما تسكرها على المدح والذمي، أرجح طرخومة المجد جلبابه قدمه الدنيا تفترق وتلتمي، من رحابة خاطره طشت برحابه لين خلقني لا عون ولا أسمي، أجنبي اللي أنا وقف على بابه ثم عين واحد من بني عمي، خابره لخمها الخط ودوابه دخله في عالم البكم والصم والبشر، للخير والشر كتابه وكل منهم يبدي الرجم ويومي، والخطايا من حبيب انتهى جابه تزعل الأخلاق وتفور الدم، لا يقوم له على العالم حرابه كل ما غيرها على الأرض مهتمي، العرب داعي مثلها تكدابه، يا عرب من ياخذ أمي فوان. يا سلام يا سلام، صح الله لسانه. أنا أنصح الجميع، أنصح الجميع أن يخاطب في الصداقة، يعني فعلا يجب الرجال لخلص مع أصحابه ما يخلون الصداقة على الغم، ينصح بالخير هدي أعصابه يحفظ أفكاره عن النقص والذم، تحس أنها يعني نصيحة لكل شخص مع صديق، فأنا عجبتني طراها يوم تقول صاحب أبوي صديق أبوي. يا ربي يرحمه. هو وين صديق أبوك ده الحين؟ متعب متعب الحين في الحفر. مرحبا أبو هيا، أرحب أرحب، هذا ابو هيا اللي يقول كيتكي معنا، السعد المبارك، وان شاء الله ان نشوفه ونحب على خشمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يسعد الله مساكم كل خير ومساك، يا مرحبا بك. يا مرحبا السادة المستمعين وبالمريخي وكل واحد عزيز وغالي على قلوبنا يا رب العالمين. اول شيء مهنين بالرحمه يا هلبيشه، واسال الله القدير في هذا اليوم المبارك ان يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين ووالدينا، أسأل الله يا قدير أن يحقق كل منا أمنيته ويجعل الفردوس مأوانا ومأواكم جميعا. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. حبيت أشاركها وهي لرعيها، يقول يقول يا رب عنا على التقوى وزدنا ثبوت في مغليات الحياة اللي علينا تمر، نلها والأيام تجري
والليالي تفوت والعمر محدود والدنيا الدنيا ممر. اجعل لنا كبر حظ كبر حظ مع كبار البخوت وصيت مثل نفحة الكمبود فوق الجمر. السمعة يموت راعيها وهي ما تموت والطيب يعيش ذكره بعد عمره عمر. سلامتكم الله 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 صح السلام صح الله لسانك الله لسانك أبوها يلبيك الله يلبيك. وين أبوها يا بالضبط؟ والله أبوها طال عمرك طالع من العزبة من البر سمعت يتعشن هناك وشارب الحليب بل مستانس مع الشايب مع العيال وموجه صوب الباطن طال عمرك. أنت معي طال عمرك جعربي يا قاك جعربي يا قاك. المطر يرش علينا والسيول سائلة وأبشركم إن شاء الله أنفقعت على بيس. وجانا خير الحمد لله اليوم جانا أمطار طيبة 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 يمكن لنا تقريبا فوق 7 سنين ما جهت الأمطار. الله يجيب الخير. والله. وإن شاء الله بإذن الله تعالى المراخي تزورنا إن شاء الله في الديرة وتزد الديرة ربيع إن شاء الله. والله السعة المباركة وتشرف أن يجي في محلكم محل أخواني وربعي. وأنت إن شاء الله أنك تمر علينا في الكويت. هذه دار أخوان مريم ترحب وتهلي. عاد الكويت كنت جارها زمان قبل 14 سنة. كنت أحب الديار لقلبك يا أبو. أنا أشهد لله. كنت معلم في الخفجي. أوه هبدان هفت حصاه. أي والله. وكنت كل خميس وجمعة هذه عندي مثل الصغر العظيم مثل فرض الصلاة لازم الكويت على طول خميس جمعة الكويت يا أخي. لولا الشيبان لولا الشيبان هل أبو هيب ينقل؟ أكيد الشيبان هم اللي على قولتهم اللي خلونا نجي للديرة. ولا والله عن يمكن واحد من إخواني يسمعني موجود اللي هو بريك مثل النيس قاعد يتسمع ويعلم بوي عنده. أنا ما ودي أقول شيء يروح يعلم الشايب علي. إيه خلها بعدين خلها بيننا. أبو محمد لبيه الله يلبيك. ممكن يعني تحدثنا عن علاقتك مع أبو باسل العنزي؟ أبو باسل ماجد بن فاحس بن فهيد السلطاني الدهمشي العنزي ولف نعم. الرجل هذا أخوي. ماذا يعني الفايز أبو هيد؟ أخوي اللي ما جات في أمي عرفت. هذا سبحان الله العظيم أول معرفة طبعا توي متزوج وماخذن هلي معي وتوين جاي في الخافجي معرس لي يمكن شهرين ومستاجر لي شقة مفروشة. المهم جاء ذاك الليل بعد صلاة المغرب وحنا تونا جايين الشقة قال له والله نسمع صوت فرع ويمشي كذا وصايح وطلع مع الدرج. قلت قمت أهلي اسكت خلنا نسمع الوعي شو يقول. جاء لين جاء عند الباب يدق الباب طاح بابنا يروح اللي قلت هذا الوذاء بيجينا غثة وبوه غثة وبنعيش الله يعيننا عليه من بداية هذا الأول ليلة الله يعين سبحان الله. جاء اليوم الثاني أنا طالع صلاة الفجر وهو طالع صلاة الفجر بنروح نصلي كل واحد منا بيصلي المسجد. أركب معي اللي تركب معي قال بركب معك. قلت يلا أركب معي. كان معي فورد قديم 92 حق أخوي الله يرحمه سعود. كان معي ديتسون وخليته عشان بتعرف متزوج ومودي أركب المدام على ديتسون. عندي إن الفورد زي من ديتسون المرة حامل ولا أبغى أنفضح على ديتسون. قلت خلني أركب الفورد مريح وباخذ بها على قولتهم تمشي على الفورد وعندي إن الفورد زين. الوكادة أركب يا أبو باسل على الفورد. أول ما ركب طال عمرك وسكر الباب ثارت أخبرته قال يا ودي شو موتر ذا منك مظاهر. قلت هذا والله الجود موجود يا أبو باسل أركب. سبحان الله العظيم من ذيك الوقت حق صلاة الفجر ذاك وكأن سبحان الله هي يقول الأرواح جنود مجندة
يا أخي يا أخي لا إراديا، شفت وجه، شاف وجهي تجمعت يا أخي سبحان الله، كأنه من حط في قلبي السيدة مباشرة، والله العظيم هذا اللي حصل. ركب معي وباسل ورحنا صلينا، وبعد ما صلينا دخلنا شقتي، دخل شقته اليوم الثاني صلاة العصر، سبحان الله طالع لسوا المسجد قال كم معي، قلت لا بركب معك، أنت البارح تسب موتري بركب معك. ركبت مع موتره كان أذكره كورد 2009 تو مطلع ذيك اليوم جديد، وأقدم مني بسنة وأنا تو متعين في التدريس. المهم ركبنا وكذا وصلنا وإحنا راجعين، قلت يا لجودي أنا والله ما أعرفك ألا بسلامتك، لكن القهوة عندي والله حيك. قال خلاص بعد صلاة المغرب أنا رجال ألعب كورة في المدرسة مع أخويانا وكذا، وبعد صلاة المغرب القهوة عندك. قلت الله حيك، كلمت أهلي وكذا قلت جهزوا القهوة، والله ما قصروا، تعرف أنت بنات الديرة يجونك بالحقوق كاملة ما يخلون شيء. والله قاموا وطاحت من عصر إلى المغرب وهي تقوم وطيح زين وضبط. ها وش عبارة عن شقتنا؟ عبارة عن صالة، بس صالة صغيرة متر ونص في مترين، وغرفة نوم وتكرمون دورة مياه ومطبخ صغير، يعني هذه شقتنا كلها. لو وجهك ضيف وانت ودي انت فهمت معي يا ابو محمد والسامعين، يعني وانت ودي شو اسمه مثلا ابو باسل ما هو موجود قال له انت خذها لي وودهم للسوق، اخذ هالي وهله ووديهم للسوق اقضي، مثلا ما انا موجود عندي شغله الله لينك ابو باسل وده اللي معك للسوق، ياخذ هالي وهله ووديهم للسوق. على الوضع احنا كذا، لا اله الا الله، بنسافر سافرنا نروح الكويت سوا عسير واحده، الحريم ورا وانا وياه قدام، والله العظيم انه من امتع الايام اللي عشتها في الخارج. اي والله لدرجه يعني اذا جانا مثلا جاء عندي عشاء ضيفه، طبعا شقتنا نفس الشقه تصير نفسها، مثلا جاء عندي عشاء ضيوف كذا وش تسوي؟ الحريم ونوديهم، اذا العشاء عندي انا نحط الحريم عند ابو باسل والعشاء يطبخ عند ابو باسل، والرجال نحطهم عندي في شقتي، واذا جاء عندها العشاء العكس كذا. مش انا على الروتين هذا. طيب هل هو كان معك في نفس المدرسه؟ لا ما كان معي في نفس المدرسه، جاري يعني، كان بس جاري الباب بالباب انا سوا. طيب لا لكن طيب. صرنا اكثر من الاخوان، جاء مره من المرات بعد ما يوم لقنا ذاك اليوم، والله العظيم ابو محمد انه شيء ما تتخيله، يعني كميه الحزن ويا اخي الوداع والفرقه يا اخي ما بسيطه. انا نقلت البيشه وهو الله يوفقه ويسر اموره نقل حفر الباطن. المهم جاء ذاك اليوم بعدها بثلاث سنوات، طبعا انا اتواصل معه يوميا شبه يومي، جاء بعد ثلاث سنوات وانا راح اداوم للجرب. الجرب هذه طبعا تعتبر من قرى الباح. والله وانا في الطريق الصباح قلت خلني اكلم ابو باسل، ابو باسل لو رجال سنه ثقيل، ابو باسل عسى ما شاء الله. قال والله اني توي طالع مع غرفه عمليات، ايش فيك؟ قفل الجوال وانا ادق سر السياره، ما رحت المدرسه، توي واقف عند المدرسه بعد بدخل المدرسه، وانا ادق سر السياره وعلى الحفر سيده. كلمت هالي الله والله العظيم يا ابو محمد يمكن تذكر انت السالفه. نعم والله نعم. انا ما سالتك ترى السؤال دي كلها انا اعرف، والله العظيم اني طبعا هو طلع من العمليات راح وين؟ على البيت، طلع من العمليات عمليه جني عنده ركبته مسوي عمليه رباط صليبي، وادق طال عمرك يوم دخلت الحفر وادق عليه ما يرد راقد، انا ما ادق على اهله، رقم اهله عندي يعني زي ما تقول حنا انا وياه شيء واحد. السلام عليكم باسل، ابو باسل وينه؟ قالت والله نايم الان صحي لي عسى ما شر، قلت الان صحي لي. قالت تعطيه الجوال، هلا ابو محمد، قلت انا في الحفر. يا رجل والله غير ما انت صادق، والله العظيم اني في الحفر وجاي عشانك. الوكاد اول ما افتح الباب اللي قدامه ارسل اللوكيشن جسه، قلت اسمع انا والله اني عارف اللي بخاطرك تذبح لي، قال لي قلت خلاص اجهل بعدين بجيك مره ثانيه، والله انا وياك اصلا شيء واحد يعني ما احلف منه وهو لا جاني ما احلف مني يعني عادي، فهمت؟ المهم استمرت معه وتعشيت معه. انت تذكر مباراه الاتحاد والهلال اللي فزتوا عليها طلعتونا من اسيا؟ إيه؟ هذه كل ليله وانا عنده في الحفر في البيت ذاك الليل،
تعشيت معه وتابعنا مباراة الهلال وسمرنا اليوم الثاني ودق هو نايم ودق سلف الموتر وعلى الكويت عاد الكويت عاد أحبها وأتمشى في الكويت وأخذ أغراض هناك وأرجع الخفجي وأنام فيها والمهيد قاعد وينك يلي فيك يلي ما يخطيك عندن قلت يا أخي أنا جيتك طمنت عليك خلاص هذا المقصد وشفتك ومشيت فأقول لك يعني صرنا ذحين سنويا يعني سنة هجيني وسنة هجي بالأهل ولا إيه بالأهل بالأهل أذكر السنة اللي راحت جاك هو وبرعانة وهلس كان عندكم صادق عند أسبوع ويا أخي كانت من أمتع الأيام صراحة الله يسعد ذاك الوجه وباس والله العظيم إني أحبه من حبك له يا أبو هاي والله يا أبو محمد إني أحبك ما تخيل عندك عند أمه أقسم بالله أنا كل يوم أرسل لي مقطع أنا أدعي لك وهذا ترى من حظك وأنا ما تعرفك يا أبو محمد ترى ما تعرفك ألا من الجوال ومن الشاشة والله العظيم والله نعم. كل يوم أرسل لي مقاطع أنها تدعي لك بشكل ما تتخيل والله نعم سبعة عام ومثل خوتكم نفتخر ونظهرها في الإعلام وفي كل مكان لأنها تبيض وجه راعيها شكرا لأبو هيا شكرا الخالي شكرا للمريخي شكرا لتواجدكم والله العظيم أنكم يعني كاسبين فيني كل من دخل بهذه المساحة أنك مغنيني بتواجدك شكرا لتواجدكم أيضا شرفني تواجد الأستاذ القدير حمدان الأكلبي ونعم وهذا بسم بالله أنه شرفني جدا والإعلامي الكبير الذي يعني ما وش أقول فيه ما أقول مستحيل أني أو فيه حق والله مستحيل اللي هو خالي عايض أنا أصنفه أفضل إعلامي مستحيل في الكرة الأرضية بالنسبة لي أنا أتمنى أنكم تحترموا الرأي ما شابه خالف ما ظلم أنا نعم. بس في كلام في خاطري بقوله أبو محمد قبل ما تقفل السبيس أعتذر عن الإطالة وأتمنى أني يعني كنت خفيف وخفيف ظل عليكم أسأل الله قدير أني أوفقكم وأسعدكم وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا لك يا ابو هيا المريخي ايضا وجهك جلبك الجنه ابدا جم الله حالك شرفني تواجدك وانا الله يعافيك ويسلمك وان شاء الله ان بنتشرف في مجيئك عندنا في محلنا انت من يعز عليك باذن الله وانت كذلك شكرا لكم يا اخواني جميع من حضر هذا السبيس الله يبيض وجيهكم ويعينكم ويرفع قدركم انا اعتذر ان كاني زليت على احد او اخطيت على احد أتمنى أنكم تحطونها في واسع العذر لا أقول لكم وداعا لكن نراكم على خير يا حبيبي السلام عليكم.